السلام عليكم. ثاني فيديو اليوم الجمعه. اليوم غادي نطلق السباق في لابري ميدي ان شاء الله ديال السيارات الثلجيه، ولكن هاد الناس اللي منظمين هاد الحفل هذا ما عندهم زهر. جات هاد العاصفه هادي الثلجيه وراها ماشي عكرات ليهم، وانما ديرونجاتهم شويه. سبحان الله سبحان الله، لا غالب الا الله. هانتوما شوف راه الثلج يطيح، كاع داكشي اللي وجدوه هذا تغطى بالثلج. دابا عاد خصهم ينظفوا عاوتاني. هي واحد لاماشين، هي جرى الكاميون كتحيد الثلج باش كترجعو ليس، باش ترجع هذيك الجليد الثلج قابل للتزحلق. وانتم كتشوفوا هذا هي اجواء كندا ليومه الجمعه 20 يناير 2023. ان شاء الله في العشيه راني خدام اليوم، في العشيه غادي نحاول نصور لكم شويه من السباق، وغدا كذلك غيكون اليوم كاينين لي كاليفيكاسيون، وغدا غيكون النهايه. اليوم غيديروا شكون يعرفوا شكون غيتكاليفا، وغدا ان شاء الله غتكون النهايه، ونحاول ان شاء الله نقل لكم هاد شويه من هاد السباق. غادي تفرجوا فيه فابور، لان الناس راهم مخلصين باش يتفرجوا فيه، وانا غادي نقلوا لكم شويه، نصور لكم شويه فابور. نتهلا في المتتبعين ديالي. يلا السلام عليكم، تهلاو في راسكم، والى اللقاء في فيديو ثالث ان شاء الله في لابريميدي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.